يا دكتور مرسي بكل صراحة وبكل وضوح أقولها لك لله ومن أجل المشروع الإسلامي ومن أجل مصر، كن أبا بكر ولا تكن عثمان، لو كنت عثمانا ستضيع مصر وستسأل عنها أمام الله. كن أبا بكر ولا تكن عثمان، فلو اخترت أن تكون عثمان ستضيع مصر وستسأل عنها. كن أبا بكر ولا تكن عثمان، لو كنت عثمانا ستضيع مصر وستسأل عنها أمام الله. كن أبا بكر ولا تكن عثمان، فلو اخترت أن تكون عثمان ستضيع مصر وستسأل عنها أمام الله. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. ولو قيل لليهود والنصارى، لو قيل لليهود من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى. ولو قيل للنصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء لو قيل من شركم؟ قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية.